محطتنا التالية مشاهدينا مخصصة لكل اللي حابين يتخلصوا من كم كيلو زيادة عندهم يمكن قبل بداية موسم الصيف. نحن بنقترح عليكم مجموعة فيا لاين من شركة بوست شوب. وكيل هالفيا لاين هالمجموعة راح يعرفنا أكثر على هالمتمم الغذائي. برحب بالسيد جمال الديك. أهلا وسهلا فيك سيد جمال. أهلا وسهلا. صار لنا عدة أسابيع عم نتعرف على هالمتمم الغذائي اللي هو فيا لاين المستخرج من الزعفران. صحيح. خبرنا عن هالمواد السحري. فيا لاين برودوي صناعة فرنساوية مصنع بواحد من أهم المختبرات الفرنساوية اللي لها باع كتير طويل بموضوع الكومبليمون أليمنتير. ترواشان يعني اسم كتير كبير اليوم بعالم المكملات الغذائية إن كان بفرنسا أو بكندا أو بعدة دول أوروبية. اليوم الفيا لاين هو الأكتيف إنجريدينس تبعه هو الزعفران. هيدي المادة يلي كل الناس بتعرفها وبتعرف مدى أهميتها وقديش غالية باستخراجها وقديه بدها تكنيك كتير عالي حتى نقدر نستخرجها لدرجة أنه بسموها الذهب الأحمر. صحيح، اسمها الذهب الأحمر والبهار الملكي. نعم. كانت بالسابق تستخدم لتطيب الأكل، اليوم مع الاكتشاف اللي صار بسنة 2010 قدرنا نعرف مدى أهمية هيدي المادة بموضوع رفع هرمون السيروتونين بالجسم. نعم. هذا الهرمون مسؤول عن كبح الشهية ومسؤول عن المزاجية، هولي هالشغلتين مرتبطين ببعض بشكل أساسي جدا. اليوم أنا إذا كنت بمود، إذا كنت مرتاح نفسيا، إذا كنت ما عندي قلق، ما عندي توتر، ما عندي كل هالأمور، أنا أكيد ما بكون إنسان مفرط بالأكل، دايما بنتبه وبدير بالي. أما إذا هرمون السيروتونين نزل وقتي، وهذا شيء اساسي جدا لانه هيدي تستخدم بادويه الاعصاب، ثلاث ارباع ادويه الاعصاب تشتغل على هرمون السيروتونين. ثلاث ارباع ادويه الاعصاب يعني هدفها ترفع مستوى السيروتونين، ترفع مستوى السيروتونين بالجسم، وبالتالي مزاجنا بيتحسن. اكيد بيتحسن المزاج ويصير في عنا عمليه كبح للشهيه. نعم. هيدا الاساس. اليوم بعمليه تنزيل الوزن في شغلتين اساسيتين، تنقدر ننزل وزننا مفترض يخف الاكل. ما بينزل الوزن إذا ما خف الأكل، يا أما بدنا نحرق يلي أخذناه. اليوم الأشخاص معظمنا نحن بناكل ثلاث مرات أضعاف حاجتنا، أو هذا الميل ثلاث مرات أضعاف الحاجة يلي الجسم بده إياها. في أشخاص بياكلوا أكثر، كنا شفنا مصطفى بالسابق وبعضه معنا، يعني بدنا نشوف شو معنا. تطورات مصطفى ووزنه. شخص مفرط جدا بالاكل، كان بياكل اكثر من ثلاث مرات بالنهار، بيعمل اكثر من وجبه، لذلك اليوم بمجرد ما بلش يستخدم الفيا لاين هذا الموضوع تم ضبطه بشكل كثير عالي لفوق 80%. بعده نشط، بعده عم بيحافظ على الطاقه اللي بجسمه، وهذا الاهم بعمليه نزول. نعم. الوزن يعني مزاجه عم بيبقى مرتفع تقريبا. صحيح. بكل الاوقات، وبالتالي ما عم بيشعر بالجوع اللي كان يشعر فيه بشكل دايم سابقا. صحيح. وهيك بصير عند هيك ببلش عمليه نزول. نعم. الوزن عند كل العالم، هيدا يعني مش محصوره بشخص واحد. اليوم ما كل الناس عندها نفس الميتابوليزم. نعم. كل ما تقدمنا بالسن كل ما الميتابوليزم تبعنا بلشت تتغير. اليوم بعمر الشباب غير نحن بعمر لما نبلش نتقدم. مع مرور طبعًا الوقت او طبعًا تقدم السن، والاكل اللي بناكله هو اللي بيحدد مسار الصحه تبعنا لقدام، نوعيه الاكل وكميه الاكل. نعم. اللي نحن بناكله، لذلك نحن بحاجه لانه ناخذ نبلش ننتبه كثير جدي بشكل كثير كبير، لانه كل الاكل او مشروع البداني هو مشروع مشكل صحي كثير كبير، اذا ما شفناه هلا رح نشوفه بعدين. نعم. فلذلك كثير مهم انه ندير بالنا شو عم نعمل. سيد جمال، عرفنا كيف بناخذ فيا لاين. فيا لاين ناخذ حبتين على الريق كل يوم الصبح مع كبيتين مي. اكيد نحن بنطلب شرب المي لانه الجسم اكيد بحاجه انه ياخذ مي، وهو اساسا 83% من الجسم مي، بس اكيد لما نتقدم بالعمر بيصفي بين 55 لل 60% من جسمنا مي. ما في خوف ابدا من فيا لاين. نعم. هو برودوي طبيعي ناتورال. نعم. كثير ما بتخلوا اي عنصر من الفانتيرمن او من القصص يلي بيكون فيها كيميكلز برودكت. هيدا برودوي طبيعي، مواد طبيعيه كلها مواد طبيعيه. هلا في ناس عم تحضرنا سيد جمال وعم بتقول هالكميات او هالاوزان اللي بنخسرها معظمها بيكون مياه من وراء هالنوع من الحبوب، هالشيء صحيح؟ لا ابدا، مش مزبوط ابدا. رح اقول لك شغله، الجسم بيخاف على حاله اكثر من احنا بنخاف عليه. الجسم كثير بدير باله على حاله، قديش نحن بندير بالنا هو كمان نفس الشيء كثير بخاف على حاله. الموضوع المي بالجسم دائما اي رجيم بنفوت فيه باي بالبدايه اذا في مي زياده وما لها لازمه بدها تطلع، هذا شيء طبيعي، هيدي مي موجوده بالجسم بتطلع، والجسم الا اذا في سبب اخر او سبب مرضي بخلي الشخص يمتص المي. صحيح. ساعتها بده يلجا للطبيب. وبعدين اكيد بده يلجا للطبيب، والطبيب هو المرجع الاول والاخير باي شيء.
اليوم عم ناخذ برودوي طبيعي 100%. نعم. ونحن عم نشوف عم نجيب اشخاص تيمونياج على الهواء عم يشوفون الناس كيف عم ينزلوا. نعم. تدريجيا. هل في داعي انه نتناول كميه اكبر من المياه مع فيا لاين؟ مفترض اي شخص بالحاله الطبيعيه انه يعمل من لتر ونص للترين مي. هذا بالحاله الطبيعيه اذا كان عم ياخذ دواء لينزل وزنه او ما عم ياخذ دواء، لانه اليوم المي هي عنصر اساسي بموضوع حتى تنزيل الوزن. هل الفيا لاين لها اي اثار جانبيه؟ هل في اشخاص ما بيقدروا يتناولوا هل المكمل الغذائي؟ ما في حدا مش لازم ياخذ فيا لاين الا الست الحامل او المرضعه. نعم. بتعرفي مشان موضوع البيبي بس، هيدا هو الموضوع اللي ما بياخذ، اما بقيه الاشخاص وبشكل خاص ابتداء من اي عمر سيد جمال؟ فينا ناخذه من عمر 12 سنه، خاصه للاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل صحيه مزمنه مثل ضغط. نعم. قلب، سكري، بشكل خاص اللي عندهم سكري، يعني بتعرفي الموضوع لما يبلش البطن والشحوم على المعده هيدا مشروع سكري بحد ذاته. نعم. فمفترض نحن فورا ننتبه ونبلش ناخذ قصص تقدر تساعدنا تنقدر نخفف هيدا الاكل نقدر ننزل. نعم. وزننا. فاذا مع فيا لاين بناخذ حبتين على الريق كل يوم وبسرعه ما راح نشعر بالجوع. أبدا. مزاجنا راح يبقى مرتفع بشكل دايم، ميتابوليزم بيسرع لوحده، بمجرد ما تخف عمليه تناولنا لو الافراط. نعم. بالاكل يعني لما نبلش نحن نكون عم نعمل 3-4 وجبات بالنهار نحرق بشكل اسرع او عم نعمل عشيين راح تخف كميه الاكل عنا. نعم. بمجرد ما تخف كميه الاكل وجسمنا ما عم يطلب وعنده النشاط رح يبلش تدريجيا الوزن ينزل. الفيا لاين منه فات بيرنر، نحن عندنا الفات بيرنر هو الفيا اناناس. نعم. بس نحن اليوم بمجرد هذا موجه للايموشنال ايترز. معظمنا هي النسبة الأكبر من الأشخاص النسبة الأكبر اللي من بينصح. الأشخاص يلي بينصحوا لأنهم بيتناولوا أكثر من وجبة وبيتناولوا خاصة بالعشاء. بموضوع في ناس لما تكون زعلانة، معظم الناس لما تكون زعلانة أو متوترة ستريس أو ضغط أو قلق في ناس بيزعلوا ما بياكلوا، في ناس. نعم. بيزعلوا ما بياكلوا، نحن عم نحكي في ناس بيزعلوا بياكلوا، النسبة الأكبر بيزعلوا بياكلوا، في ناس بيتوتروا ما بيكون الزعل، بيكون عندهم عملية توتر وقلق وكذا، هيدا الشيء ببلش يفش خلقه بالأكل وما بيكون عم يعرف ولا عم يحصي شو. نعم. عم بيعمل، وبعدين فجأة ببلش يلاقي حاله إنه صار شخص بدين، صار عنده كذا كيلو حاملهم من كم ميلة وبصير يفكر كيف بدي يشيله، اليوم يمكن سهل إنه يطلع بس كمان لما بده ينزل بده يعمل مجهود، مع فيا لاين ما رح يكون في هيدا المجهود الكبير، رح تدريجيا يبلش ينزل وزنه وهو عم بيشعر بنشاط، وهذا الأهم نركز كتير عليه، ما فينا نخوض أي رجيم إذا كنا فقدنا الطاقة. نعم، وهيك خبرنا السيد مصطفى كركي اللي تعرفنا عليه من عدة أسابيع وعم بنتابعه عن قريب وعم بطلع علينا بشكل أسبوعي حتى نشوف كيف. صحيح. عم بيتطور معه تخفيف الوزن، بلش معنا من حوالي 20 يوم كان وزنه 134 كيلو، بعد مرور 20 يوم سيد جمال قد صار وزنه مصطفى؟ امبارح نحن كنا عم نشوفه كان 120 كيلو، كنا حابين انه اليوم يكون معنا بس بتعرفي عنده ظروف شغل ما فينا. صحيح، بنوجه له تحية. يعني 14 كيلو بظرف اقل من 3 اسابيع شيء ما بيتصدق سيد جمال، وهون برجع لموضوع المياه، هيدي منا بس مياه بالفعل مصطفى، وكان موجود وطلعناه على الميزان هون. صحيح. يعني من باب المصداقيه والشفافيه الناس عم بتشوف مباشره. صحيح. على الهواء كيف عم بيتابع مشواره. رولا بالنسبه لمصطفى لو مثل ما يعني لو فقد المي ما بيقدر يكمل. فورا. صحيح. الجسم بينهار وبيوقع. صحيح. لا مصطفى نشط قادر يعيش حياته بشكل كتير مبسوط، هو مرتاح مع ذاته. مصطفى بيشتغل ساعات طويلة وشرح لنا شوي. صحيح. عن نمط هو حياته ساعات طويلة يعني بحاجة لكمية كبيرة من الطاقة. طبعاً. طبعا وبعده عم بياكل كل شيء بس اكيد كمية الاكل هو اللي خف عند مصطفى، كمية الاكل ما بقى عنده هذا الافراط. يعني مصطفى انا سألته كم لوح شوكولا بتعمل بالنهار؟ بين الست الى ثمان الواحد. نعم. يعني مين ما بيفوت معه لوح شوكولا تفضل مصطفى. هلا اكيد خفف هون سريعا بس نظام رياضي ونظام غذائي اكيد بيعرف شو الاشياء اللي لازم ياكلها، ولكن الرياضه في اشخاص بيختاروا ويت تريننج او رفع الاوزان. هيدا كثير غلط، هيدا كثير غلط خاصه بموضوع اذا نحن هلا عم نخسر عم نشيل الدهون من جسمنا. لا مفترض هلا نحن اللي نصحنا مصطفى فيه اكيد مع استخدامه لفيا لاين انه يبلش فورا يعمل رياضه المشي والمشي السريع طبعا لاكثر من ساعه لحتى نقدر نحن نساعده انه يحرق هيدا الدهون. بتعرفي في شيء اسمه اديبوز تيشو، هول يلي بيكونوا موجودين الدهون يلي بتتكدس داخل الانسجه العضليه تبع الجسم، مفترض هيدول نحن ننزلهم وبعدين نفكر اذا بدنا نبني العضله. نعم. كل ما مصطفى عم بياخذ بروتين، كل ما هو عم بيشرب. نعم. كل ما هو كل. نعم. الاشخاص عم بياكل عم بيشرب عم بيعمل كل شيء، الجسم عم بيحافظ على طاقته
هو مستمر، بس ينزل وزنه اذا فكر انه يبني العضل ساعتها اكيد بيقدر يعمل. شكرا لك سيد جمال الديكو، تحيه لمصطفى، ان شاء الله بنشوفه الاسبوع الجاي. مشاهدينا حلقتنا لليوم انتهت، كانت سريعه ولكن حاولنا هيك نغير لكم الاجواء قد ما فينا. لقائنا بيتجدد بكره الصبح ان الله راد مع اللايف جديد. تحيه لكم وين ما كنتوا عم تتابعونا، الى اللقاء. Problem zipping up? Start the 14-day program. Have breakfast and one other meal.